الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا، صباح الخير. الحمد لله على سلامتكم. وياكم مس اشراق درس الرياضيات الصف السادس. اليوم راح نشرح لكم درس الرياضيات اللي هو درس التناسب. انتم اخذتوا قبل عطله نص السلام، قبل الامتحانات اخذتوا الموضوع واخذتوا عنه فكره بس ما حليتوا التمارين. احنا راح نراجع بمراجعه سريعه بعدين ندخل حل التمارين. شاطر وانت استفاد عرفتوا من خلال فكرة الدرس انه التناسب هو احد مواضيع الفصل الخامس، اللي هي كانت اربع مواضيع. اول موضوع هو اللي هو النسبة، والموضوع اللي راح ناخذه اليوم اللي هو التناسب ومقياس الرسم والتقسيم التناسبي. التناسب هو التساوي بين نسبتين، وهذا تعريفه. راح نكتب تعريفه. التناسب هو تساوي بين نسبتين. نسبتين التناسب في ملاحظة مهمة لازم تعرفوها وتحفظوها، اللي هي في كل تناسب، في كل تناسب يكون حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين. راح اوضح الفكره. التناسب والنسبه، وراح تاخذون وراها مقياس الرسم والتقسيم التناسبي، هي تطبيقات عمليه على موضوع الكسور. يعني انا عندي هنا بموضوع التناسب راح يكون عندي كسرين، كسرين وبيناتهم إشارة اليساوي. بالكسرين حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. وراح ناخذ عليها سؤال الأول، التمرين الأول توالي 5-2 حتى بتوضح الفكرة أكثر. حلكم توالي. السؤال الأول راح أقرأ لكم السؤال. السؤال الأول يقول نسبة طول سمير إلى طول والده تساوي 2 إلى 3، فإذا كان طول سمير 120 سنتيمتر فما طول والده؟ راح تلاحظون بالأسئلة مال التناسب عندي مسائل بيها كسر ورقم، ومسائل ما بيها كسور. إحنا اللي راح نسوي لها كسور. بس عموما بشكل عام التناسب المسائل مالته بيها تلف ارقام، والمطلوب من عندنا الرقم الرابع، يعني راح يكون كسرين بيها ثلاث ارقام، والمجهول هو الرقم الرابع اللي احنا شغلنا راح نطلع هذا المجهول. راح تكون صفحه 85، راح تكون صفحه 99. افتحوا وياي كتابكم على هاي الصفحه، صفحه 99. راح نبدي 85. السؤال الأول نسبة طول سمير إلى نسبة طول والده اللي هي 2 على 3. راح نلاحظ إنه هذا كسر، يعني إحنا قلنا إنه التناسب هو عبارة عن تطبيقات عملية على الكسور، والكسور هاي راح ناخذها هي موضوع النسبة أخذناه، وبالتناسب راح ناخذ وراء مقياس الرسم والتقسيم التناسبي. هسه 2 على 3 هذا السؤال هو منطينا كسر، هو منطينا كسر. إذا كان طول سمير 120، يعني أنا عندي يساوي، يعني أنا قلت إنه أنا عندي كسرين بموضوع التناسب. عندي ملاحظة مهمة بموضوع التناسب. التناسب مو قلنا إحنا راح تكون عندنا ثلاث أرقام، والمطلوب منا هو الرقم الرابع اللي مجهول. لازم نعرف إنه إحنا هنا وين نحط هذا المجهول، اللي هي راح تكون سين. سين راح نحطها هنا أو هنا، لازم ننتبه. ننتبه على السؤال. منطي نسبة طول سمير، إذا أنا إجيت أول مرة طول سمير بالبداية أول كلمة إذا راح تكون هنا هاي 2 هي طول سمير، حكتب هنا طول سمير حتى أعرف إنه هاي 2 هي طول سمير، إلى اللي هو هذا خط الكسر، هذا معناه إلى طول والدي، إذا رقم 3 هي طول والدي. طبعا انتم ما تحتاجون بالامتحان او بالحل تكتبون هذا النهائي لكم، يعني حتى انت تضبط الحل وتعرف وين راح تحط سين، تقدر يا اما تحفظها قبل او تكتبها
شيء صغير وبعدين تمسحها. أنا مسحت أداوبها لكم السؤال. إذا أنا هسه جاري بالسؤال اسمه أقول سمير إلى أقول والدي. إذا كلمة سمير جت من البداية فإذا رقم 2 اللي هو بالبسط هذا يخص سمير ووالدي هي رقم 3. هسه راح أجي إذا كان أقول سمير 120، سمير وين مكتوبة؟ فوق لو لي جوا مكتوبة لي فوق. إذا أنا راح أحط 120 لي فوق مقابل الرقم 2. إذا 120 تقابل رقم 2 يعني هذا طول سمير. إذا راح يكون طول والدي هو السي أو المجهول اللي إحنا راح نستخرجه. هسه الملاحظة تقول في كل تناسب يكون حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين. إذا كان راح أسوي إشارة ضرب بين الكسرين، راح أسوي إشارة ضرب بين الكسرين يعني أنا راح أضرب هذا الطرف بهذا الطرف وهذا الطرف ويا هذا الطرف حتى أستخرج سي. راح أبدي أضرب 2 في سي، 2 في سي وانزل اللي يساوي واضرب 120 في 3 او 3 في 120 بالضرب خاصيه تبادليه ما عندي مشكله بيها. هسه انا ضربت 2 في سي و120 في سي، انا ما اقدر اضرب هسه هيك ضرب لان هذا عندي مجهول انا اريد اطلعه. ايش راح اخلي؟ هخلي المجهول سي الوحده الطرف المعادل الوحده وراح اسوي هذا كسر. دائما دائما اللي ويا سين المجهول وين راح يكون؟ بالمقام. دائما اللي يكون ويا سين المجهول راح يكون بالمقام. وهذا اللي ما اضربه راح انزله مثل ما هي. ليش؟ حتى اختصر، حتى لا يكون عندي رقم كبير. هسه راح ابدي اختصر. عندي اختصار الاثنين ويا ال 12 على اثنين بها واحد، على اثنين بها ستة والصفر يصعد. هسه سين تساوي اللي هي شنو قلنا سين اللي هي طول والد سمير. 60 في 3 180 سنتيمتر طول والد سمير. هذا حل السؤال الاول. راح نحل هسه السؤال الثاني. سؤال السؤال الثاني مدرسه مختلطه فيها نسبه البنات الى البنين تساوي 4 على 7. فاذا كان عدد البنين 280 تلميذ فما عدد تلاميذ المدرسه؟ وهذا السؤال مثل السؤال الاول منطني كسر، هو منطني 4 على 7 وانا راح اكتب كسر مقابل اللي هي 9 نسبتين. زين خلي اعرف نسبه البنات. كلمه بنات جبتي اول يعني هنا بنات، الاربعه صاروا بنات. الى قلنا هذا هي الى بنين، هاي هنا بنين. أنا حتى أعرف هنا شنو أخلي والمجهول وين أخليه. كان عدد البنين 280، هنا قلنا إحنا البنين، إذا البنين 280، إذا أنا الرقم الثاني اللي كتبه راح أكتبه لي جوا ولي فوق، إذا راح تكون السين عندي بالبسط. البنات 4 إلى البنين 7، البنين 280 نسبتهم، البنات ما أعرف، راح أسوي ضرب حاصل ضرب الوسطين في الطرفين. راح أضرب 4 في 280 يساوي سين في 7. قلنا راح نخلي سين المجهول وحدها. انظر اللي دائما ويا سين واللي ويا المجهول دائما قلنا بالمقام. 4 في 280. راح نختصر هسه على 7 بها 1 هي ثلاثة من جدول 7، وال 28 تقسيم 7 بها 4 والصفر الصاعد. راح نضرب 4 في 4 16 راح تطلع عدد البنات. عدد البنات بعد السؤال لكن ليش؟ ليش حبايبي؟ لان هو رايد عدد تلاميذ المدرسه، تلاميذ يعني ولد وبنات. هسه انا ايش قد عندي عدد البنين؟ 280 صح؟ ايش قد طلعنا عدد البنات؟ 160. من نجمعهم ايش راح تطلع؟ راح تطلع المدرسه كليتها 0 8 زائد 6 14 401. 4 هذا العدد، إذا 440 هو عدد تلاميذ المدرسة. انتبهوا على صفحة 99 852 السؤال الثالث. إذا كان 15 متر من قماش يكفي لعمل 5 فساتين، كم فستان يمكن عمله بنفس القياسات من 60 متر؟ راح ننتبه على هذا السؤال إنه ما في كسر.
إذا أنا اللي راح أسوي الكسور بهذا السؤال، أول مرة مسألة التناسب أسوي كسرة إذا هو ما مطيني أي كسر. أنا راح أكتب كسر يساوي كسر، لأن قلنا هو تساوي بين نسبتين. راح أجي وين شنو أحط الأرقام هنا وهنا؟ أنا راح أحطها إذا كان 15 متر، إذا راح أجي أول رقم بالسؤال أكتبه لفوق بالوسط. زين، من قماش يكفي لعمل 5 فساتين، راح أحط 5 هنا. سؤال، ليش ما حطينا 5 هنا؟ لأنه إحنا قلنا النسبة والتناسب هي كميات متشابهة أو متساوية، يعني مثل ما أنا أحط السنتيمتر ويا السنتيمتر، كيلومتر ويا الكيلومتر، الكيلوغرام ويا الكيلوغرام، أنا لازم أحط بالكسر، بالنسبة للنسبة والتناسب لازم أحط الكسور تكون بها كميات متشابهة. هنا ال 15 متر إذا تنتبهون على السؤال، 15 متر من قماش. قماش. هنا الخمسة شنو صارت؟ فساتين. إذا أنا ميصير أخلي قماش ولا فساتين؟ لأن يعني راح تكون النسبة مو متشابهة، راح تكون النسبة أو الكسر عندي مو متشابهة، قماش ولا فساتين ميصير. إذا راح يكون هنا عندي قماش، المقابل إله راح يكون فساتين. كم فستان يمكن عمله بنفس القياسات من 60 متر؟ انتبهوا لي 60 متر، هاي قلنا هنا قماش بالأمتار وهاي فساتين. ال 60 قماش بالأمتار لو فساتين، هو ده يقول لي 60 متر يعني قماش، يعني راح تجي 60 هنا. إذا هنا متر ويا متر وهنا فستان، كم فستان من ال 60 متر هنا راح يصير عندي هو المجهول. هنا راح يصير عندي هو المجهول. إذا أنا سويت الكسر، هذا السؤال اللي هو ما يعطيني أصلاً بالكسر، أنا سويته. ده يقول لي 15 متر، إذا هذا أمتار قماش، تسوي لي 5 فساتين. إذا 60 متر، إذا أنا حطيت المشابهات، القماش الأمتار ويا الأمتار. إيش كم فستان راح يسوي لي؟ هسا قلنا التناسب هي حاصل ضرب الوسطين في الطرفين. راح نضرب سين في 15 يساوي 5 في 60، ضربنا 15 في 60 أو سين في 15 نفس الشيء، و5 في 60، ومثل ما تعلمنا وقلنا دائما سين المجهول يكون الوحدة بطرف المعادلة، هذا الكسر، إيش قلنا؟ اللي ويا سين دائما يكون بالمقام، وهذا ينزل مثل ما هو، حتى نختصر ما نضربها، حتى نختصر، عندي هنا اختصار. شرح اختصر الخمسة بها واحد والخمستعش بها ثلاثة، راح تلاحظون احنا هنا عندنا اكثر من مرة اختصار، عادي نختصر اكثر مرة، انا ما اريد فد رقم بالمقام، انا ما بدي يطلع لي كسر، اريد يطلع لي رقم، اريد يطلع لي عدد الفساتين اللي راح اسويها من 60 متر من القماش، فعادي اذا اختصر مرة الاخوية رقم الثاني على ثلاثة بها واحد، الستة على ثلاثة بها اثنين ونص على صفر. اذا انا مقالي 20 فستان. فستان سويته من 60 متر من القماش. حبايب وياي نقرا السؤال الرابع. وزعت احدى المدارس 3600 قلم رصاص لتلاميذها وكان عددهم 300 تلميذ، فما عدد الاقلام التي توزعها مدرسه اخرى على تلاميذها 450 تلميذ، علما ان المدرستين توزعان الاقلام بنفس النسبه. هذا السؤال مثل السؤال الثالث ما عندي به كسر، فاحنا ايش قلنا؟ احنا راح نسوي له كسر. بالتناسب نسوي خطين كسر وبيناتهم يساوي. اجي ايش راح اكتب هنا؟ راح اكتب الرقم الاول اللي معطيني اياه بالسؤال اللي هي وزعت احدى المدارس 3600، راح اكتب الرقم هنا. هذا شنو ال 3600؟ لازم اعرف هذا شنو؟ هذا قلم رصاص، فراح اكتب هنا قلم. على مود اني لا انسى واعرف ايش احط هنا بالمقابله وايش احط بالمقام جوا. وكان التلاميذ كان عددهم 300 تلميذ، ال 300 هنا ليش؟ لان هاي تلميذ صح؟ ايش قلنا احنا؟ قلنا النسبه والتناسب هي مقادير متشابهه، فانا ما اقدر احط 3600 واحط 300 جوا، ما اقدر احط القلم ويا التلاميذ، فحط الاقلام واحد والتلاميذ واحد. اجي على الرقم الثالث بالسؤال، انا لازم اعرف ال 450 هل هي تلميذ
او قلم حتى اعرف وين اخليها. كاتب لي عدد تلاميذها 450، يعني 450 هاي تلميذ، وين كلمه تلميذ؟ اجي اشتمها اذا انا اكتب ال 450 هنا، ما يصير احطها جوا الاقلام، هاي اقلام وهاي تلاميذ، حطيت 300 تلميذ وجواها 450 تلميذ حتى اعرف انه اني المجهول س صار عندي هنا. تلاحظون انه كل الاسئله س مكانه يتغير، وهذا س لازم احنا نضبطه وين، لانه حل السؤال الصحيح يعتمد على انت وين خليت السين، اللي هو انت خليت هذا مكان صح المجهول، مره هنا صار، مره هنا صار، مره هنا. من ما تضبط مكانه ما راح يطلع عندك الحل صحيح. احنا ايش قلنا بالتناسب؟ حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. هسه انا راح اضرب ال 3600 بمن اضربها؟ انتبه عليه، بال 450، وانزل يساوي 300 في س او س في 300. مثل ما قلنا الس دائما تكون الواحد، لان هي مجهوله واحنا دريد نعرف، احنا دريد نعرف هي شو تساوي. خط كسر اللي ويا س، انتبهوا لا تنسى دائما تكون بالمقام، اللي ويا المجهول دائما يكون بالمقام. وهذا ما اضربه، انزله مثل ما هو، لان انا عندي اختصار حتى يصير علي اسهل. من عندي هنا اصفار احاول اتخلص من الصفر، صفر ويا صفر، صفر ويا صفر. هنا راح اختصر على 3 بيها 1، على 3 بيها 12. هسه راح اضرب الصفر انزله ما اضربه حتى يصير علي اسهل، اضرب 45 في 12، 2 في 5 10، 2 في 4 9 زائد 1 0، 1 في 5 5، 1 في 4 4 0. ضربت الرقم طلع 5400. شنو هذه؟ قلم. اذا 3600 قلم ل 300 تلميذ، و 5400 قلم ل 450 تلميذ. هذا حل السؤال الرابع. طب وياي صراحة السؤال الخامس. السؤال الخامس بكسر، يبيع تاجر يبيع 7.5 متر من قماش بمبلغ 15000 دينار، فإذا فما ثمن 18 متر من نفس القماش. لا تشوفوا انه اذا كسر يعني تقولون السؤال صعب، وشلون راح نعامل الكسر معاملة الرقم الاعتيادي، راح نتصرف وياه كأنه هو رقم مو كسر. انا هسه عندي السؤال راح احط له بكسر، لان هو ما معطيني كسر. 7.5 متر من القماش راح اكتبه كله كامل، 7.5 هذا شنو؟ متر من القماش، متر من القماش، ماشي؟ بمبلغ 15000 دينار راح اكتب هنا ال 15 دينار. قلنا القماش ويا السعر مالته، ما يصير اكتب السعر مالته، لان احنا قلنا النسبه هي كميات او مقادير متشابهه. فما ثمن 18 متر، شوفوا لي 18 متر او دينار، لا يقول 18 متر، اذا الان راح اكتب المتر ويا المتر راح اكتب 18 هنا. 7.5 متر من قماش ب 18 متر حتى يكونوا اثنيناتهم متشابهات، اذا س وين راح تكون؟ راح تكون هنا، لانه احنا نريد نعرف اذا 7.5 متر تساوي 15000 دينار، 18 متر كم راح تساوي؟ كم دينار راح تساوي؟ هسه راح يكون حاصل ضرب الوسطين في الطرفين. تشوفون انا اذا اتصرف ويا هذا الكسر كانه هو رقم اعتيادي، ما معادلته معامله الكسر، اذا اتصرف وياه كانه رقم اعتيادي، راح اضرب 7.5 في س، 7.5 في س يساوي 18 في 15000 دينار. راح احاول اتخلص من العدد الصحيح هنا حتى اخليه كسر صافي. شو اسوي؟ اضرب المقام في العدد الصحيح زائد الوسط، 2 في 7 14 زائد 1 راح يكون عندي 15 على 2 في
س يساوي 18 في 15000. هاي الخطوة مجرد اني تخلصت من العدد الصحيح، خليت الكسر صافي بدون عدد صحيح. هسه احنا شو نريد؟ نريد احكي لكم يعني عدد كف الصابورة، نريد س وحدها المجهول. اللي ويا س ايش قلنا دائما؟ دائما يكون بالمقام، اذا انا راح اخلي ال 15 على 2 بالمقام. و 18 في 15000 بالوسط. وقلنا من مرور كان عندنا عدد اختصار. هاي هنا قلت ما اقدر اختصر، عندنا تلاحظون اني عندي كسره. قلت ما اقدر اختصر، ما يصير اختصر اني عندي هنا كسرين، هذا كسر وهذا كسر. ايش راح احول؟ احول الكسره تجيب الكبير الى قسمه. هاخذ العدد اللي بالبسط 18 في 1500 انزله هنا بالبدايه 18 في 15000 عفوا، وهذا الخط الكسر الكبير حوله الى قسم، حولت هذا الى قسم، واللي بالمقام راح يجي هنا بعد القسم. عمليه سهله، لا تشوفوها طويله. اللي بالبدايه فوق بالبسط صار بالبداية هنا يساوي، وهذا الكسر الكبير حولته إلى قسمة، والكسر اللي بالمقام جبته هنا بعد القسمة. ايش راح أخلي؟ هذا راح أخلي له مقام واحد. صار عندي كسور اعتيادية، كسر وقسمة، كسر قسمة كسور اعتيادية، عامل معامل قسمة الكسور الاعتيادية. أجي ل 18 في 15000 على واحد، احول القسمه الى ضرب، واجي اقلب الكسر الثاني راح يصير المقام بالبسط، والبسط راح يصير وين؟ بالمقام. قسمه كسر اعتيادي اخذتها من الصف الخامس. هسه انا عندي اختصار، اختصر هذا 15 ويا هاي 15، هنا بها واحد وهنا بها 1000، لان انا هنا عندي اصفار. هسه راح اجي اضرب 18 في 1000 18000 في 2 صفار تنزل 18 في 2 36، هذا شنو راح يكون؟ راح يكون دينار سعر 18 متر من القروش. أنا هسه راح نبيعكم سؤال سادس نقرأ سوا حبايبي. تستهلك سيارة 6 لترات من البنزين لقطع مسافة 81 كيلومتر، ما المسافة التي تقطعها السيارة إذا استهلكت 28 لتر من البنزين؟ هم إنه ما عندي كسر أنا راح أسوي كسرة، يعني قلنا هذا التناسب تساوي بين النسبتين. راح أجي أخلي 6 لترات أول شيء بالبداية، عندي 6 وأكتب يمها لتر حتى أعرف هاي 6 شيء. من البنزين قطع مسافة 81 كيلو متر، 81 ما راح أخليها هنا، هاي شنو؟ كيلو متر، اختصار الكيلو متر. إذا اللترات 6 لترات بنزين تقطع لي مسافة 81 كيلو متر، خليتها هنا ما خليتها هنا، انتبه. من المسافة اللي تقطعها السيارة إذا استهلكت 28 لتر من البنزين، 28 هاي لترات، وين مكتوب عندي لتر؟ هنا إذا أنا رحت 28 أكتبها جوا 6 حتى تصير لتر بلتر. إذا وين راح يكون عندي المجهول س؟ راح يكون عندي المجهول س هنا جوا ال 81. 6 لترات من البنزين السيارة تقطع 81 كيلو متر مسافة، إذا 28 لتر إيش قد راح تقطع السيارة مسافة؟ راح نسوي حاصل ضرب الوسطين في الطرفين حتى نعرف الجواب. إيش راح نكتب؟ راح نكتب 6 في س وأنزل يساوي 81 في 28، ضربت 6 في س 81 في 28 مثل ما تعلمنا بالمسائل السابقة انه س المجهول راح نخليها واحد. راح نجي الخط. دائما ويا س قلنا وين يكون؟ راح يكون بالمقام. وهذا النزلة من مربع على مربع يكون الاختصار اس. شوف انتبهوا لي بس على هذا السؤال. هنا الستة لا تختصر ويا 81 ولا تختصر ويا 28. إذا احنا راح نختصر كلها. ناخذ قسم منها نختصر ويا 81 وقسم منها نختصر ويا 28. هسه انا اجي قلت اختصر على 3. الستة تقسيم 3 شنو راح يبقى منها؟ 2. الثلاثة ويام وال 81 هم تختصر على 3، ايش قد يبقى بيها؟ يبقى بيها 27. هسه راح اختصر 2 ويا 28.
2 تقسيم 2 بها 1 28 تقسيم بها تقسيم 2 بها 1 14 بها 14 اشطب 2 تقسيم 2 بها 1 وال28 بها 14 ايش راح يصير معي هسه راح اضرب ال27 في 14 4 في 7 28 4 في 2 8 و2 10 1 في 7 7 1 في 2 2 8 7 3 راح يكون هو الجواب 8 8 8 7 هلا امسح لكم هذا الضرب هذا شنو 378 حوالي هاي كيلومتر تقطع السيارة إذا كانت معبية 28 لتر من البنزين.